بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الحلقة السابقة في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وعرفنا ما تعنيه هذه الكلمة خذوا حذركم، أنها تفيد أن المسلمين دائما يكونون على حذر من عدوهم، فلا يغفلون عنه لأنه لا يغفل عنهم. ثم قال جل وعلا: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني للجهاد في سبيل الله، ولا نبقى في بلدنا ونقول إن اعتدوا علينا فإننا نقاومهم، بل إذا كان عندنا قوة واستطاعة فإننا ننفر ونغزو، نغزوهم ونبدأهم قبل أن يبدأونا. فانفروا ثبات، اخرجوا إلى الجهاد. ثبات يعني متفرقين كالسرايا والقطع من الجيش حسب ما ينظمه ولي أمر المسلمين. أو انفروا جميعا، أي مجتمعين في جيش واحد تحت قيادة واحدة، فهذا التنظيم يكون بحسب المصلحة، ويكون القائم عليه ولي أمر المسلمين. فتارة ينظم السرايا وهي القطع من الجيش تذهب إلى جهات متعددة لتحوط المسلمين من عدوهم، وتارة يجتمع جيش كثيف ويخرجون جميعا، لأن هذا ألقى للمهابة في قلوب عدوهم، لأن اجتماع المسلمين له مكانته. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإن اجتماع المسلمين له ريح وقوة دافعة، أما تفرقهم فإنه يذهب هذه الريح وهذه القوة الدافعة. أو انفروا جميعا. ثم بين سبحانه وتعالى أن هناك من يخذل المسلمين عن الجهاد، وما أكثرهم اليوم، يخذل المسلمين عن الجهاد ويروعهم ويهددهم بعدوهم، ويتأخر هو ولا يخرج. إذا خرج المسلمون جبنا وضعف إيمان أو نفاق، كما قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني لا يبادر إلى النفير. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، الله على كل شيء قدير. فالنفير لجهاد العدو إذا أمر به ولي الأمر فإنه تجب المبادرة، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. لكن هناك من لا ينفر هو ويخذل غيره: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني يبطئ غيره، في حين أنه هو يبطئ في نفسه عن النفور والنفير ويتثاقل، كذلك هو يبطئ غيره ويخذل غيره، وهذه صفة المنافقين أو صفة ضعاف الإيمان والجبناء. وقد حذر منهم الله جل وعلا في قوله: وإن منكم لمن ليبطئن. ثم ينتظر هذا المتباطي والمبطي، ينتظر النتيجة بعد ما يخرج المسلمون للجهاد. فإن أصاب المسلمين
ابتلاء وامتحان، وأصابهم قرح ونيل من العدو، فإنه يفرح بجلوسه ويعتبره غنيمة وسلامة. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي، يعتبر هذا نعمة من الله، وهو في الحقيقة نقمة من الله، لأن التأخر عن الجهاد مع القدرة إنما هو نقمة وحرمان، والخروج في سبيل الله فإنه عز وأجر وثواب. فإن أصابه ما أصابه، إذا قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فإنه يكون مأجورا على جهاده وعلى بلائه، فإما النصر وإما الشهادة، ونحن نتربص بكم إحدى الحسنيين. فهذا إذا أصاب المسلمين ما يصيبهم في الجهاد بعض الأحيان من النكبات يفرح بتخلفه ويعتبر هذا نعمة من الله عليه، في حين أن النعمة عليه لو خرج وصار مع المسلمين. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي لم أكن حاضرا في تلك المعركة حيث سلمت ولم يصبني شيء، وهو في الحقيقة لم يسلم. إن سلم في بدنه فإنه لم يسلم في قلبه ودينه، إذ لم أكن معهم شهيدا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان العكس، فأصاب المسلمون عدوهم وانتصروا عليه وغنموا منه أمواله، فإنه يتحسر على تخلفه، لأنه لا يريد بخروجه وجه الله، وإنما يريد به الغنيمة، فإذا حصلت وهو لم يحضرها فإنه يتأسف. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم يكن معكم في الأول، يظهر مودتكم وأنه معكم، أصبح كأنه أجنبي بعيد، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يقول يا ليتني كنت معهم. هذا تمني، والتمني إنما يكون للأمر الذي فات، الأمر المستحيل. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني يحصل على الطمع ويحصل على الغنيمة ويعتبر هذا فوزا عظيما، في حين أن الفوز العظيم إنما هو بالأجر، أجر الجهاد. إن حصلت الغنيمة فهي زيادة خير، وهي نصر للمسلمين وإعانة لهم من الله، وإن لم يحصل غنيمة فإنهم في غنى عنها بما أعطاهم الله من قوة الإيمان ومضاعفة الأجور. لكن هذا إنما يقصد بالفوز العظيم الحصول على طمع الدنيا، وهذه نظرة دنيئة تصف بها كل منافق وكل مؤمن ضعيف الإيمان. فالله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الذين يتأخرون عن الخروج مع المجاهدين في سبيل الله إذا استنفرهم الإمام، ذمهم وبين ما يكنون في صدورهم، وأنهم تأخروا عن الخروج بسبب الجبن وبسبب ضعف الإيمان وبسبب الكسل عن الجهاد في سبيل الله، ثم إنهم في النهاية يقفون هذا الموقف. فإن كان الموقف مع المسلمين تأسفوا على عدم حضورهم ومشاركتهم، وإن كان الموقف لغير المسلمين فإنهم يفرحون بتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله، ويعتبرونه سلامة، ويعتبرونه غنيمة لهم، وهم في الحقيقة خاسرون في كلتا الحالتين، إن حرموا من الغنيمة ولا إن حصلوا عليها، فهم خاسرون إذا كان هذا قصدهم
ونيتهم، وليس قصدهم من ذلك الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.